أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، صلاتي إنك تتبارك اليوم وتمتلئ من معرفة مشيئة الرب وتمتلك سلام المسيح، والرب هيك يغمرك بمحبته وحنانه وبلمسة شفائه. أيضا السؤال اليوم، كيف أعرف أو كيف تعرف إرادة الله في القرارات؟ احنا تكلمنا عن إرادة الله المعلنة في الكتاب المقدس في أمور واضحة جدا، إرادة الله الخلاص، القداسة، الألم، الامتلاء من معرفة مشيئته، فعل الخير وهكذا. يعني قلنا أسبوعين بنتكلم عن هذا الموضوع، لكن السؤال دائما اللي يطرح، طب كيف ممكن أعرف إرادة الله ولا سيما في الاختيار الصحيح مثلا في شريك الحياة، أو في الموضوع اللي لازم أدرسه، أو الجامعة أو المدرسة أو السفر أو أسافر أو ما أسافر، قرارات كتيرة في حياتنا اللي هي مش موجودة في الكتاب المقدس. لكن برضو أنا تكلمت إنه في إرادة الله في أمور كتيرة، مش بس إرادة الله المعلنة، لكن في الأوامر وفي النواهي. لما إحنا بنقرأ كلمة الله ومنصلي من أجل الامتلاء من الروح القدس، وبيكون عندي رغبة شديدة أن أرضي الله في حياتي، وإنه موضوع سروري كما يقول كتاب أن أفعل مشيئتك سرر، فأنت عايش بغض النظر شو بيسمح الرب أو ما بيسمح، إذا كان أمر أو نهي، كل الأمور رح تعمل معك للخير. في إشعياء إصحاح 30 والآية 21 مكتوب: وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة، هذه هي الطريق أسلك فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. إذا عندك الرغبة إنك ترضي الله وعندك شهوة في حياتك إنه أنت تكون موضوع سرور الرب، حتى لو عملت قرار والقرار هذا مش صحيح، لكن حتى عن الطريق شمال أو يمين، الرب تأكد أنه الله رح يصححك ويمشيك في القرار الصحيح. فإذا لازم ندرك عدة أمور. أول شيء أحبائي، لازم ندرك أنه الله غير محدود ومعاملاته وطرقه غير محدودة، فالله يتكلم بكل الوسائل وبكل الطرق وبكل النوعيات، فلا يترك نفسه بلا شاهد. مكتوب في عبرانيين صح الأول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، اللي هو كمال الإعلان ونهاية الإعلان، بل لا إعلان بعد هذا الإعلان بعد يسوع المسيح. فالله تكلم مع أنبياء بطرق بأنواع بوسائل. لما بتقرأ بالعهد القديم بتشوف أنه الله ما كان عنده طريقة معينة محدودة مثلا بالتعامل مع الناس في العهد القديم. في مزمور 19 مكتوب عن السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. ثم بنفس الإصحاح مكتوب: ناموس الرب كامل. فالله بيكلمنا من خلال الخليقة، بيكلمنا من خلال أمور كتيرة منشوفها في حياتنا، فالله بيعطينا جواب. وبرضو الله بيكلمنا من خلال كلمة الله من الكتاب المقدس، وطبعا بيكلمنا من خلال الصلاة ومن خلال الامتلاء من الروح القدس. الله بيكلمنا بالإيمان لأننا نسلك بالإيمان. عندما تسلك بالإيمان مكتوب أيضا تثبتون في الإيمان، فالله بيكمل مسيرة حياتنا ومعنا بالإيمان أيضا. فإذا هذا الشيء الطبيعي اللي المفروض كل شخص يعمله، لكن مرات عشان أعرف أمور محددة في حياتي، أولا لازم أكون، ينبغي أن تكون في علاقة وشركة مع الآب. يعني إحنا بنسلك في النور وشركتنا مع الرب يسوع، هذا السلوك في النور أنت عاوز يكون كل شيء واضح بحياتك. الشركة لما أنت بيكون في شركة مع الرب،
الله بيكلمك، الله بيتواصل معك، الله بيتعامل معك، ما بيترك أي إنسان. بتعرفوا الرب يسوع قال لتلاميذه أنتم أحبائي، وبتعرفوا لأن العبد لا يعلم ما لسي، يعني فبطلت علاقة العبودية، احنا صرنا أولاد أحباء على قلب الله، فالله يتواصل معنا. يقول الكتاب المقدس سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. الرب بيتكلم لما بيكلم إبراهيم، الله يقول أخفي هذا الأمر عن عبدي إبراهيم؟ كان عاوز يكلم إبراهيم عن الأمور اللي مزمع يعملها مثل دمار وهلاك مثلا سدوم وعمورة. وهكذا في عاموس 3 بيتكلم الله يعلن سره لعبيده. دايما الله مش إرادته غامضة كأنه مننظر وراء جبل، كل الأمور واضحة. لما أنت إلك شركة وعلاقة مع الرب وأنت بتحب الرب فالله بيكلمك، يعني سر الرب لخائفيه. طالما أنت بتخاف الرب وبتحب الرب وغررك أنك تسر قلب الله وتكون في مركز مشيئة الرب، لابد أنك تفهم وتميز صوت الرب. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. شيء تاني بإرادة الله أو بالقرارات، اتعلم من أمثلة الماضي. في كورنثس الأولى أصحاح 10 بيتكلم عن تاريخ إسرائيل وبقول هذه الأمور حدثت مثالا لنا. فأنا بدرس بكلمة الله إيه الظرف اللي أنا بمر فيه، إيه القرار اللي أنا بمر فيه، أتفادى من الأمور اللي حدثت في الماضي. شيء ثالث أحبائي، لما أنت إنسان مولود من الرب أنت بتختبر معية الرب. كان الرب مع يوسف، وكان الرب مع يوسف، كان الرب مع دانيال، وهكذا أحبائي معية الرب. الله بيصير معك وبوضح لك الأمور في حياتك. شيء آخر، شيء ثالث، اسمع دايما المشورة من رجال حكماء. وطبعا مليان آيات من سفر الأمثال، يا ريتك تقرأ سفر الأمثال. لو محتاج لبعض الآيات بنبعث لك إياها بكل سرور. بس كتير مرات محتاج في قرارات معينة تروح لرجال أو نساء مليانين بروح الرب، مليانين بالنعمة، مش ديانين، مليانين بالنعمة ومليانين حكمة ومليانين مشورة، كما مكتوب عن يسوع يحل عليه روح المشورة. هذا هو الروح القدس في داخل إنسان، بيعطيك تمييز، بيعطيك حس، بيعطيك مفهوم، تمتلئ من معرفة مشيئته. هذه الحكمة محتاجين نسأل ناس مختبرين مروا في قرارات في حياتهم أو في ظروف في حياتهم اللي فينا نستفيد من خبرتهم الروحية. شيء ثالث أحبائي، برضو الله أعطانا عقل، وكتير مرات إحنا بنفكر إنه إذا استخدمنا عقلنا إنك أنت إنسان مش روحي. لما بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم يوميا لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. قبليها بيقول عبادتكم العقلية أي العاقلة المتزنة الصحيحة. استخدم عقلك وإرادتك ورغبتك لتفعل إرادة الله. اسمع ما يقول في رسالة فيليب إصحاح 2 والآية 13، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد لله بلا عيب في وسط جيل معتج وملتون، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. فبقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا، يعطيك الإرادة، وأن تعملوا طبعا من أجل المسرة في موضع آخر. فإذا استخدم العقل، خلي هذا الذهن يتجدد يوميا،
يتقدس. استخدم الإرادة اللي الله بيعطيك إياها، الرغبة حتى تعمل إرادة الله والقرار الصحيح. برضو في إرادة الله لازم ندرك أحبائي في مسيرة حياتنا، الله أحيانا يغلق أبواب والله أحيانا بيفتح أبواب، لكن بشكل عام مكتوب جعلت أمامك بابا مفتوحا. ومرات مثل ما قال بولس في كورنثس الأولى صحاح 16، انفتح لي باب عظيم وفعال ولكن المعاندون كثيرون. فإذا الله بيغلق والله بيفتح. يعني بتذكر أنه بولس الرسول كان في نهضة عظيمة في أعمال 16، في أي 5 مكتوب وكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. لما بنوصل لنهاية الإصحاح منشوف أنه منع الروح القدس يتكلم بالكلمة في آسيا وحاول يكتشف إرادة الله. أخيرا ظهرت لبولس رؤية في الليل، رجل مقدوني قائم يقول له أعبر إلى مقدونية وأعنا. الرب سكر الباب إلى حين، لأنه رجع في الرحلة التبشيرية الثالثة لأفسس وفتح باب في أوروبا، وانفتحت ووصلت الكنيسة إلى أوروبا، إلى الغرب وإلى الشرق، ومن هناك وصلت إلى إسبانيا، ومن إسبانيا إلى شمال أفريقيا. فإذا لأنه الرب أغلق باب فتح باب، دايما الله عنده الخير وللأفضل. كتير مرات أنت بتحس أنه الباب مغلوق، تأكد أنه الله رح يفتح باب اللي أنت تشعر أنه الله عاوز يباركك وعاوز يوسع الآفاق والبعد الروحي بتاعك. ثم أحبائي كتير مرات احنا بنصلي لشيء لكن لا يكون التوقيت المناسب. في روميا 15 بولس بيحكي للكنيسة حاولت مرارا لكن يعني أعيق لأسباب كثيرة، مرات يعاق من الشيطان، مرات الله بيمنع أو بيسكر الباب مثل روح القدس منع. وكان الغرض أن يروح لإسبانيا من روما لإسبانيا، ولكن كان الظاهر في عنده خدمة لازم يروح لليهودية لأنه معاه تقدمات من أجل أورشليم حتى يقوم في هذه الاستحسانات. ففي توقيت مناسب، انتظر توقيت الرب، انتظر أمر الرب، وانتظر أيضا بركة الرب في التوقيت المناسب. كتير مرات الله بيستخدم الأحلام، كتير ناس بنتعامل معهم ولاسيما إخوتنا في العالم الإسلامي الله بيكلمهم من خلال أحلام. وكتير مرات الله بيستخدم الرؤى، يعني منشوف في بولس الرسول في أعمال 16 رؤية أنه يروح لفليبي، رؤية أنه يمكث في كورنثوس سنة ونص في أعمال 18. دايما الله كان يكلمه برؤى حتى يوصل رسالة كلها للخير ومنفعة الآخرين. أحيانا الله بيستخدم إعلانات بروح النبوة، أشخاص بيعطونا إعلانات لكن بالإعلانات محتاجين أن نشوف نفحصها ونقيمها بحسب كلمة الله، ورجال الله يفحصوا هذا الأمر هل هذا الشيء من عند الرب. مرات في الكتاب المقدس يمكن مش مستحب في هذه الأيام، بس الله استخدم علامات. مثلاً في أيام القاضي جدعون وضع علامات والرب كلمه من خلال علامات. الملك حزقية الرب كلمه من خلال علامة. أحيانا شخص مثل موسى الله كلمه وجها لوجه. في العهد القديم مثلا الله كان يكلم الناس عن طريق الرائي النبي مثل صموئيل. مثلا الله كان يستخدم رئيس الكهنة في السترة اللي لابسها الأورم والتميم حتى يكتشف إرادة الله. مرات كتير كانوا يلقوا القرعة، يعني هذا بيتبعوا صلاة وطلب المشورة والإرشاد الإلهي من رجال الله. اللي عاوز أقول في القرارات ما في وسيلة أو طريقة محددة، يمكن بإعلان، برؤية، بحلم، عن طريق يمكن بتشاهد شيء الله بيكلمك، عن طريق آية، عن طريق رجال الله، عن طريق انك تكون دايما في الشركة تتعلم من الامثلة.
الرب غير محدود. لكن أهم شيء في كل الموضوع كيف أنا أعرف أميز أعمل القرارات، أنا عاوز أكون في مركز مشيئة الله، أنا عاوز أتشبه بالرب يسوع المسيح، أنا عاوز أرضي الله في حياتي، أنا عاوز هيك أشبع قلبه حتى قبل الخدمة، عاوز أحبه من كل القلب، وإنه شو الله بيكلمني مش راح أتفاوض معاه ولا أجادله، راح يكون سمعا وطاعة. حتى لو مش شايف الصورة الكاملة، اتأكد إنه كل الأمور راح تتحول لسويت لحلاوة، كل الأمور راح تعمل للخير من أجل اللي بيحبوا الرب والمدعوون حسب قصدي. يمكن أنت اليوم بتواجه قرارات صعبة في حياتك، أحيانا خد خلوة مع الرب، خد لك أكم يوم بصوم وبصلاة، وحط الكتاب المقدس وصلي وقل له يا رب كلمني، وصدقني رح تشوف كيف الرب بكلمك. بصلي الرب يفتح ذهنك، يكشف عن عينيك، يفتح قلبك حتى تشوف شو الرب عاوز يكلمك. كن بركة للآخرين، شارك هذه الرسالة، الرب يكون معك.